مشاهدينا متابعي تلفزيون يوم السبع في كل مكان اهلا بحضراتكم. بعد توقف سبع سنوات هنرجع للتوقيت الصيفي مره ثانيه. الحكومه وافقت على مشروع قانون بشان عوده العمل في نظام التوقيت الصيفي مره اخرى بدءا من شهر ابريل المقبل ده هيكون تحديدا بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك. طيب ايه هو التوقيت الصيفي من الاساس؟ هو تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة عدة شهور من كل سنة بتقدم فيه عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة فيه بيكون الرجوع لتوقيت العادي الشتوي في موسم الخريف الهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى مشروع القانون اللي الحكومة وافقت عليه بينص على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي هتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة. يأتي ذلك في ضوء ما يشهد العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية سعيا أيضا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة عايز أقول لحضراتكم أن التوقيت الصيفي مش بس في مصر أو هي الوحيدة اللي بتعمل بيه لكن 87 دولة أخرى على مستوى العالم بتطبقه بمعدل 40% من دول العالم بينهم كل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الهدف الرئيسي هو توفير الطاقة خلونا نعرف حضراتكم بعض المعلومات والتواريخ عن التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر تم الغاءه واعاده العمل به عده مرات تقرر ايقاف العمل به بعد عام 1945 لكن بعد مرور 12 عام وتحديدا عام 1957 صدر قرار باستئناف العمل به مره ثانيه ياتي عام 2016 ويتم اصدار قرار بايقاف العمل بالتوقيت الصيفي واقتصار العمل على التوقيت الشتوي قبل ما يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون من جديد كانت المره الاخيره اللي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2015 وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي والغائه عده مرات طيب ايه اصل التوقيت الصيفي في العالم مين صاحب فكرته من الاساس الامريكي بنيامين فرانكلين يعتبر اول من طرح فكره التوقيت الصيفي عام 1784 تم طرح الفكره من جديد على ايد البريطاني ويليام والت الى ان وصل لمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني عام 1909 لكنه قوبل بالرفض. تم تطبيق فكره التوقيت الصيفي للمره الاولى خلال الحرب العالميه الاولى بسبب ظروف الحرب اللي اجبرت الدول على توفير الطاقه لتكون المانيا اول دوله تعلن العمل بالتوقيت الصيفي. طيب ليه رجع العمل بالتوقيت الصيفي دلوقتي؟ وفق ما اعلنت الحكومه ان هناك ضرورات اقتصاديه للتوقيت الصيفي واصبح من الضروري البدء في اتخاذ اجراءات مهمه جدا في هذا التوقيت بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فيما عدا الوحدات اللي ليها طبيعة عمل خاصة وكذلك الغرف اللي بيوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات اللي بتتطلب استمرار في توصيل التيار الكهربائي لها. دي كانت حدوته التوقيت الصيفي من بدايته وحتى الان، وزي ما قلنا لحضراتكم ان في 87 دوله على مستوى العالم بيستخدموه، 55 دوله في اوروبا، تسعه في الشرق الاوسط، 11 في امريكا الشماليه، وخمسه في امريكا الجنوبيه، و3 في افريقيا. تغطيتنا، انتظرونا دوما في المزيد، والى اللقاء.